الدروب شيبر المرتبين رجعنا لكم كمان مرة. أحمد سمحان من موتشوال دروب شيبينج. حكينا في المرة الماضية عن موضوع المستودعات اللي برا الصين صح؟ عشان ما نتفق اليوم. اليوم موتشوال دروب شيبينج عندهم ثلاث مستودعات برا الصين. نركز، ثلاث مستودعات برا الصين: أمريكا، بريطانيا وألمانيا. بريطانيا طبعاً لبريطانيا، ألمانيا عم بتغطي الدول كلها اللي بأوروبا، وأمريكا لأمريكا. تمام؟ اليوم عندنا مواسم مهمة جاية على الطريق. عندنا هالوين، عندنا سايبر ماندي، عندنا بلاك فرايدي، عندنا كريسماس وعندنا نيو يير. عارف كيف؟ ما بدنا نوقع في مشكلة الشحن البطيء، ما بدنا نوقع في مشكلة انه والله التراكنج نمبر شغال، الزبون متضايق، الوضع متأزم، ليش الشحنات اتأخرت. راح نعمل الموضوع كتير بسيط. اليوم بدنا نبعث الاوردرات للصبايا عندنا، نقول لهم والله لو سمحتوا بدنا نسعر هذا المنتج، بمجرد ما سعرنا المنتج بيعطوك السعر. طبعا انت مع شغله للمئة قطعة، مئة قطعة ما رح نقدر نشحن على مستودعاتنا اقل من مئة قطعة. تمام؟ بعض الاخوان رح يقول لك يا اخي انا ما عندي، انت لازم تكون عامل اوفر ستوك، فبدنا نشحن مئة قطعة. تمام؟ رح يبعثوا لك السعر للقطعة، سعر الشحن لامريكا او بريطانيا او المانيا، بالاضافة لسعر التخزين. شغلة مهمة، احنا ما رح ناخذ منكم رسوم تخزين. اول 30 يوم توتالي مجانا. تمام؟ بعدين بدنا ننتبه على موضوع انه بدنا الزباين يروحوا يكونوا مبسوطين، بدنا ما يكونش في عندنا مشاكل في الشحن، ويكون عندنا البروسيس تبعنا يكون سريع. اذا عم نشحن الصين رح نضل نشحن الصين ما عندنا مشكله، لكن بدنا نتجاوز موضوع البروسيس تايم. البروسيس تايم تبعنا رح يصير من يوم ليومين، والشحن تبعنا رح يكون من يومين لسبع ايام فقط. في اخبار كثير جاي على الطريق، في اشياء جديده جاي على الطريق، تابعونا. أنا أحمد سمحان، موتشوال دروب شيبينج، يعطيكم العافية، باي باي.